Hello everyone, welcome back to my channel. Today my model رح تكون بنت عمي كيكو. هلا كيكو مشكلتها بحواجبها بس يطولوا, they grow very straight, يعني ما عندهم كتير definition, فهي بتشيل نصهم وبترسمهم دائما. فأنا اليوم رح أرسم لها حواجبها ورح أفرجيكم كيف برسم الحواجب. هلا أنا رسام فكتير برسم حواجب, برسم العيون وأكتر شي بركز عليه هو العيون. ف this was really fun to do. وهي يعني كتير تحب تتفنن بحواجبها كمان. ف I'm gonna show you كيف أنا بعمل حواجبها. And yeah, it should be really fun. وأول شيء رح أبلش فيه هو البرايمر, وهذا الميك اب فور ايفر ستيب 1 سموثينج برايمر اللي بيجي زي بغطي البورز وبغطي الخطوط اللي بالوجه التجاعيد. فا I really like this one. وبعدين رح استعمل الميك اب فور ايفر مات فيلفت بلس فاونديشن. This is a very nice foundation. هلا هي بشرتها كتير دهنية ف it's obviously a matte foundation, فكتير رح يغطي ورح يعطي الاويل كنترول. هلا كمان حطينا البرايمر بس still this is like a double step. وراح استعمل لونين نمبر 35 و 20 عشان ما يكون وجهها كثير فلات. و yeah, I really like this foundation. If you have oily skin, check it out. وبعدين راح استعمل هاي الميك اب فوريفر باليت, هي اللي بتيجي 5 كاميفلاج كريم باليت اللي كلها كوركترز. وراح استعمل اول لونين هو اللون الفاتح اللي بيجي زي كونسيلر واللي جنبه اللي زي اصفر, راح احطهم تحت عيونها. وانا دائما مع فاونديشن بحب احطه بطبقات كتير خفيفه بعدين اي بيلد ات عشان ما يكون دغري مره واحده فول كفرج, عشان في اماكن بالوجه هي شي از نيد فول كفرج اند كمان هيك كل الناس. ف تراي تو بوت از ليتل از يو كان وبيلد ات اب. بعدين للبرايمر للعيون راح استعمل اربن ديكي اي شادو برايمر بوشن, وهذا باللون ايدن اللي بيجي شوي على اصفر, بيجي شوي كانه كونسيلر فبيغطي اي حمار بالعين. بعدين رح اخذ افتح شيد بهاي الباليت اللي من لبان, هو الميت مات ماتريموني ميت مات تريموني ورح اخذ افتح لون اللي هو ماتلين اللي بيجي شوي على بيج فاتح. ورح استعمل اشادو هاد كسيتنج باودر فعشان بس اثبت البرايمر اللي حطيته. وبعدين للحواجب I'm gonna use my two favorite products من ميك اب فور ايفر, هم الاكوا براو. I love 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 these products. They're waterproof, they're very pigmented, وبتتحكموا ب الكمية, يعني كم بدكم اياه very thin, بدكم اياه very natural, very defined, زي التاتو. بس it's a wonderful product. أنا كتير كتير I love it. ورح أخذ لونين هما 35 و 40, ورح أبلش بالخفيف باللون 35 اللي بيجي شوي على رمادي, وأحدد الشيب اللي بدي اياه للحواجب أول شيء, بعدين بحدد باللون الغامق. هلا التكنيك اللي عم بستعمله تقريبا نفس الشيء اللي بستعمله أنا عم برسم. فأنا عم برسم أكيد بستعمل أول شيء قلم الرصاص اللي بيكون كتير مادي بس عشان أعرف الشكل اللي بدي إياه. بس يكون عجبني باخد الحبر اللي يكون كتير أغمق وبلش شعرة شعرة أرسم بالحاجب. ونفس الشيء عم بعمل هون, اللون الخفيف أول شيء الفاتح, بعدين بتشوفه بستعمل الغامق وبحط الباودر وبصير more definition وبصير عن جد شكله طبيعي. هلا من الكاستم ميد ميك اب فور ايفر باليت اللي عندي وكلها مات اي شادوز, رح استعمل البني والبني الغامق اللي بيجي على الرمادي والاسود الثلاثه, وبحددهم بالحواجب كانه عم بعمل شعره شعره. و بضل اعمل ميكس بين الالوان هدول الثلاثه وبتشوفوا بيعمل زي 3D effect.
والفرشاية اللي عم بستعملها كتير غير عن أول وحدة. هاي بتيجي زي الآيلاينر برش، فالتب تبعها كتير خفيف وهيك بتحكم أكتر باللون وبالبريسيشن بالأبليكيشن. هلح أخذ أفتح لون الكونسيلر اللي بالباليت، وبالأنجل برش رح أنظف تحت الحاجب وفوق الحاجب. هلح أستعمل جلوسي ميك اب بلندنج سبونج which is my favorite للبيكينج، أحط باودر تحت العين. وأفضل باودر عندي هو الـ RCMA No Color Powder، هذا بيجي زي شفاف و you can bake with it. بقدروا تثبتوا الكونسيلر، بعدين بس ينزل الاي شادو بتشيلوه وما ببين، ما بيطبع على الوجه at all. راح احطه تحت her cheekbone as well to highlight كمان، ويعطيني هذا الكونتور بدون ما استعمل كتير الوان غامقة، فبعطي زي natural contour. هلا رح استعمل لون مات توماس، هو بيجي بينك فاتح بـ fluffy blending brush. هاي البرش من سيجما. رح ابلش احط اللون على الكريس وافوت اللون عشان يعطي شويه وارم، شويه بينك. بعدين رح اخذ اللون مات كومار اللي بيجي زي احمر تقريبا، يا احمر، احطه بالاوتر كورنر كمان بالفي شيب وبلندينج مع البينك اللي حطيناه قبل. بعدين I'm gonna mix matte kumar و matte reed هو اللي بيجي أحمر مع التاني اللي أحمر عبني، وأحدد ال outer V كمان مرة تقريبا كأني عم بعمل eyeliner بس very smoky و very soft، blending كل شي مع بعض. بعد ما أنا هون بالمرة يعني مش عارف شو عم بعمل، أنا بس كنت عارف إن رح أعمل حواجب بعدين خلاص. هلا رح أخذ mix بين هدول اللونين اللي هو ال pink matte thomas و matte kumar الأحمر، و I'm gonna blend them together و أفوتهم بالcrease. هلا هاخد البنسل برش من ميك اب فور ايفر، رح استعمل لون مات توماس ومات كومار، رح احطه تحت اللور لاش لاين بلندينج ذم توجذر. وللآيلاينر رح استعمل الميك اب فور ايفر اكوا بلاك اللي بيجي زي كريم آيلاينر واتر بروف، رح استعمله with an angled brush. والآيلاينر اللي بدي اعمله كتير دراماتيك، ف it's gonna be شوي يعني Arabian آيلاينر، شي عربي. وأول شي رح بلش بالكريم آيلاينر، بعدين رح استعمل الليكويد اللي بيجي كتير كتير مات. هلا هم الاثنين كتير مات بس كان بدي زي الدبل افكت. والليكويد ايلاينر اللي هستعمله هو الميك اب فور ايفر انك لاينر، وزي ما بتشوفوا بيطلع كتير اسود وبنشف مات، ف I love it. هلا انا كتير بحب استعمل الايلاينر بس تكون فاتحة عينها الموديل او whoever I'm working on، عشان هيك بتشوفوا امتى بنتهي الايلاينر بيسكلي وكيف بدكم تزبطوه. هلا وهي فاتحة عينها وأنا عم بعمل الخط، يمكن بس تغمض يطلع شكله كتير غريب زي ما هلا بتشوفوا، بس أهم شيء إنه بس تكون فاتحة عينها it'll look perfect أو it'll look the way I want، يعني مش ضروري يكون perfect بس الشكل اللي بدي إياه هيك رح يطلع.
بعدين رح استعمل هذا البيجمنت بيجي زي شيمر او جليتر من ميك اب جيك واسمه ساتلايت. اللون كتير غريب هلا بتشوفوه. و I'm gonna mix this pigment مع الميك اب فوريفر اكوا سيل. هلا الاكوا سيل بيجي زي ليكويد و basically ال point of it تحطوه بأي جل ايلاينر بيكون ناشف برجع بيمشي معاكم, او بتقدر تحطوه بأي شادو وبيصير زي بيعملوا زي ايلاينر basically. ف it's a very cool product. اوكي هلا بفرشاي كتير صغيرة بيزي angled eyeliner brush من Makeup Forever رح استعمل الاكوا بلاك اللي هو الجل ايلاينر, ورح امد الايلاينر لجوا العين. ف this is gonna be like an Arabian eyeliner. بعدين رح اخذ Makeup Forever Aqua XL eyeliner اللي بيجي pencil ورح حطه جوا الواتر لاين عشان يبين كتير كتير اسود. أخذ اللون مات كومار هو الأحمر ونحطه تحت العين. وهلا بـ A Big Fan Brush من Makeup Forever رح أشيل اللوس باودر عشان أقدر أشتغل على الوجه. وفور برونزر رح أستعمل هذا الـ Urban Decay Beach Bronzer اللي بيجي مات باللون Bronzed. بعدين فور كونتور رح استعمل هاي النابلا كوزمتكس كونتور باودرز, وهاي الشركة من ايطاليا بعتولي a few products ف I'm really happy with these, I'm trying them. واسم الباودر شيد اند جلو, فرح استعمله احطه بالتشيك بونز تحت المنخار فوق المنخار وتحت الشفة. أكتر شي بحب النوز كونتور أحط الكونتور تحت المنخار وفوق المنخار زي بخط ويبين كأنه المنخار مرفوع. It looks very very good in my opinion. وبعدين بحب أحطه تحت الشفة يبين الشفة كتير أكبر. وكمان احط الكونتور باودر على الجو لاين عشان يبين هير جو كتير كتير محدد. و to set everything رح استعمل الميك اب فور ايفر اتش دي باودر البريست, و على الخفيف رح احطه على on her forehead, on her chin, nose, cheeks. بعدين للبلاش رح استعمل هذا السيجما بيوتي اورا باودر باللون pet name. It's a very very light blush, كتير كتير خفيف واللون كتير فاتح, بس تحطوه على وجهكم it gives a very very nice glow. عشان في كتير على عيون like كتير eyeliner وحواجب بلا بلا بلا, فكون بدي البلش يكون كتير خفيف. وللهايلايتر رح استعمل Makeup Forever Star Powder بنمبر 946 بيجي زي شامبين. This is my favorite way to highlight يعني the star powders, they're amazing, try them. كتير كتير لون حلو وبتقدر تستعمله أي مكان anywhere you want. بمشي عم ببين على الخدود عشان الضوء عندي كتير فاتحة, بس على المنخار you can see it وفوق الشفة you can see how nice it is. وللمسكرا رح استعمل Makeup Forever Excessive Lash.
وللاشز رح استعمل ميك اب فور ايفر لاش شو بالنمبر N403 اللي بيجي زي كانه فيه وينج. ليب لاينر رح استعمل ميك اب فور ايفر اكوا ليب بنمبر 1C which is my favorite. لون كتير كتير حلو. It's a nude. It works on everything. الليبستيك رح استعمل هدى بيوتي ليكويد مات ليبستيك باللون فينوس. It's a very nice nude. بيجي ع شوي ع peach ع neutral, مش كتير فيه pink. It's very very nice. والفورمولا كتير كتير حلو. وبعدين it smells like tanning oil, كأنكم بالبحر يعني, which is amazing. عشان افتح اللون شوي رح استعمل اناستاسيا بيفرلي هيلز ليكويد ليبستيك باللون ستريبت, وبستعمله تقريبا كهايلايت, بحطه بس بنص الشفه واي بلند شوي. بعدين رح احط بس شوي برونزر على رقبتها تو كومبليت ذا لوك, وهي رح تحدد الشام اللي عندها اياها باي لاينر. دو ات فاستر هيك انا دغري لك. What do you want me to do? Let's. You don't have to do anything. I'm just thinking. Like. Do you need something to show my face, or what do you need? Yeah, I mean your face is already like pretty clear here. Do you want like moves or like what do you want? Maybe you can do like this, like something cute. I don't know.